بعد افتتاح على ارتفاع بلغ أعلى مستوياته منذ 6 أسابيع، أقفلت أسواق الأسهم الأوروبية أيضا على ارتفاع. بورصة باريس سجلت 1.47%، كما سجلت بورصة فرانكفورت 1.53%، أما بورصة أثينا فزادت قليلا عن 2%. الخبير الاقتصادي روبرت هارفر يقول: السياسة فازت واليونانيون حصلوا على المال لثلاث سنوات، لذا حتى الانتخابات التشريعية الألمانية كل شيء سيكون هادئا على جبهة اليورو. إنه انتصار حقيقي على المدى القصير. أما اليورو الذي ارتفع صباحا لفترة قصيرة عاد وتراجع أمام الدولار ليخسر 0.5% من سعره أمام العملة الخضراء، مسجلا أدنى مستوى له خلال 6 أسابيع.